ولأقصدن الله في خذلانكم وليمنعن جميعكم خذلاني. أما فيما يتعلق بأمر الرضواني فنقول باختصار إن شاء الله تعالى، هذا الرجل دكتور الرضواني رد عليه الشيخ مزمل الفقيري في تسجيل فيديو انتشر في اليوتيوب، وفي هذا الفيديو أخذ مزمل حفظه الله تعالى على الرضواني مآخذ، منها ما يتعلق بتوحيد العبادة وتعليقه على كتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأنه بصورة هذه لا يناسب هذا الوقت ويحتاج إلى بعض النظر، أو كما قال عبارة نحوه: كان الغرض من كتاب التوحيد اللي كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب علاج واقع انتشر في الجزيرة العربية من الجهل المدقع، وأيضا من الشرك اللي كان أسوأ من شرك الجاهلية. هو صحيح هذه الأمور الشركية منتشرة الآن في البلاد الإسلامية في عند الصالحين وقبور الأولياء والأضرحة الموالد وما شابه ذلك، لكن الواقع الإسلامي تغير، يعني العالم الإسلامي الآن يحتاج إلى نظرة يعني تعالج الواقع، الأمور لا تؤخذ فيها بنفس المأخذ الذي كان فيه الشيخ محمد بن الوهاب في الجزيرة العربية. يعني احنا عارفين الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله كان بيكتب مثلا في كتاب التوحيد من الشرك كذا وكذا، او من ايات قرانيه او احاديث نبويه، مجرد ذكر هذه الايات يعالج الواقع. لكن الان بعد الصحوه الاسلاميه النظره الى توحيد العبوديه نريد نظره تعالج الواقع بشكل فعال. وهذه من اشد المآخذ على هذا الرجل، اذ هو يعيش في بلد مليئة بشرك القبور، وتعبد فيها القبور كقبر البدوي وغيره من القبور تعبد من دون الله عز وجل، فهو لا يولي هذا الباب من أبواب التوحيد الاهتمام الأكبر كما يولي اهتمامه لقضايا الإخوان المسلمين وفسادهم في المنهج. فهذه من المآخذ عليه. أيضا من المآخذ على هذا الدكتور الرضواني كلامه في العلماء وغمزه لأهل العلم الكبار، ومن ذلك اتهامه للشيخ ربيع حفظه الله تعالى والشيخ الفوزان بأنهما قد تخاذلا في الموقف من الإخوان المسلمين. يا علامة العصر صالح الفوزان، أترضى بأن يكون الإخوان على هذا النحو؟ هم دول الإخوان اللي بيتعاونوا مع الشيطان عشان يصلوا الحكم، تسكت عنهم؟ أنا جلست مع أكثر من 30 واحد شيخ، منهم الشيخ ربيع، الشيخ صالح السحيمي. مجرد الكلام على الإخوان كأن احنا بنتكلم في جناية. المشايخ خايفين يتكلموا. ليه؟ الإخوان المسلمين يشكلون خطرا أكبر. وقد أفاض الشيخ مزمل حفظه الله تعالى في هذا الباب ورد عليه ردا موفقا مضبوطا. الرضواني أخرج ردا في تعليق له نشر عبر القناة بتاعته، وفيه تحامل على الشيخ مزمل، وفيه كلام لا يقبل أبدا وهو من جنس الكذب. عموما أحببت في هذه السانحة أن أرسل رسالة لهذا الدكتور الرضواني فيها تعقبات على كلامه ودفاعه عن محمد مصطفى عبد القادر في أشياء من باب حسن الظن نحن نقول ما يعرفها، لكن إن شاء الله نشوف موقفه بعد هذا التوضيح. أولا تكلم عن الإخوان عن إنصار السنة، والرضواني قال طول ما هم مستمسكين بالكتاب والسنة، يعني هو ما كان بيتكلم فيهم وبيطعن فيهم زمان لما كان منهجهم منهج صحيح ومنهج مستقيم. قال لكن لما دخل الإخوان ودخلت الحزبية وأصبحوا من دعاة الثورات والديمقراطية على يد جمال المراكبي وعبد الله شاكر ومحمد حسان ودعاة السوء الإخوان،
اللي سقطوا أنصار السنة. طيب لما انتبه معاي واحدة واحدة، الرضوان يقول سقطوا أنصار السنة، طيب أنصار السنة قال ما بقتش أنصار سنة، بقت ده بلغة المصرية، بقت أنصار حزبيين تكفيريين سروريين ودعاة السوء، الإخوان اللي سقطوا أنصار السنة، فأنصار السنة بقتش أنصار سنة، بقت أنصار حزبيين تكفيريين سروريين. وهذا الكلام في معرض دفاعه عن محمد مصطفى عبد القادر. فأقول أولا محمد مصطفى عبد القادر أنصار سنة وينتمي لأنصار السنة حتى الآن، ويدافع عن أنصار السنة حتى الآن، وما يقبل الطعن في أنصار السنة. وأن أنصار السنة المركز العام الدعوة في البلد دي، اللي هو أساس الدعوة السلفية، وإن رغبت منه الدعوة السلفية الممثلة في البلد دي أنصار السنة المركز العام، طبعا العلم رضيت أم لم ترضى، لكن بتمثل الدعوة في السودان من حيث الناحية التاريخية، وما زال جماعة أنصار السنة كأصل. ودي احنا نقولها دلوقتي، المركز العام سروري، في أنصار السنة في مصر، وفي السودان في فروع كتير جدا اخترقها الإخوان على نفس الكلام، هتلاقي الشيخ محمد مصطفى بيحذر منهم. وإن رغبت منه الدعوة السلفية الممثلة في البلد دي أنصار السنة المركز العام، طبعا العلم. فإذا كنت يا دكتور الرضواني عاوز تدافع عن محمد مصطفى وإنت بتقول كلام زي ده في أنصار السنة، أول إنسان هو خصم لك في هذا الكلام هو محمد مصطفى صديقك وحبيبك، دي أول مسألة أنت راجع فيها نفسك. ثانيا قال المركز العام بتاع أنصار السنة، يعني قال المركز العام سروري في أنصار السنة في مصر وفي السودان في فروع كثيرة اخترقها الإخوان، حتى الشيخ محمد مصطفى يحذر منهم. ودي احنا نقولها دلوقتي، المركز العام سروري في أنصار السنة في مصر وفي السودان في فروع كتير جدا اخترقها الإخوان على نفس الكلام، هتلاقي الشيخ محمد مصطفى بيحذر منهم. وين التحذير؟ هل عندك الآن تحذير لمحمد مصطفى من أنصار السنة تقدمه للناس عبر القناة، ولا أنت بتقول الكلام وبتطلقه على عواهنه وما تدري أين الوثائق على هذا الكلام؟ محمد مصطفى لا يحذر من أنصار السنة أبدا، بل يدل على أنصار السنة بشقيها بقسمين الاثنين، أنصار السنة الإصلاح يقول ده لأخواننا، أنصار السنة المركز العام هو منهم ويدافع عنهم إلى آخر لحظة. الجماعة تعيننا من أنصار السنة جماعة الإصلاح اللي هو داعي الشيخ زيد حفظه الله، هم إخواننا في النهاية مش إخواننا، اللي بيقول ما إخواننا على حيلهم وما على حيلك، ده إخواننا إخوان أنصار السنة، ده إخواننا كلهم. طيب بل محمد مصطفى غمز الشيخ ربيع لما تكلم في أنصار السنة وقال ما عنده دليل على جرحه لأنصار السنة. طبعا ده الكتاب ده برضه بتاع الشيخ اسمه صد التشنيع برد ما صدر عن الشيخ شنو؟ عن الشيخ ربيع بن أجي، قال وما ادعاه بعض المتعصبة المتربصين، المتعصبة ده بسموهم العصبجية. طيب انت يا رضواني لو بتعتبر نفسك انه محمد مصطفى معاك في الكلام ده راجع حساباتك. طيب بعد ذاك دخل في قضية قال التشويش على الشيخ محمد مصطفى في معرض دفاعه عنه، قال في تشويش حصل له. اها تشويش جاء من وين؟ قال احد الشباب اسمه مزمل فقيري واداب كويس، قال هؤلاء مستعجلين في الظهور مستعجلين في الشهرة. والتشويش اللي حصل على الشيخ محمد مصطفى عبد القادر بالمناسبة بقى، أحد الشباب هناك في السودان اسمه مزمل فقيري ولا مش عارف اسمه ايه، ومعاه ولد تاني اسمه آداب أبو بكر آداب أو حاجة زي كده، لسه متخرجين من الكلية ومن تلاميذ الشيخ محمد مصطفى عبد القادر. الأولاد دول يعني أمرهم غريب جدا جدا، مستعجلين في الظهور، مستعجلين في الشهرة، مستعجلين في كذا وكذا حاجات كتير يعني. وهذا ضرب من الظنون،
هل اطلعت الغيب كما قال الله تبارك وتعالى اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هذا من جنس التحكم على ما في قلوب الناس، والله تبارك وتعالى هو الأعلم بما في السرائر. قال الود يعني مزمل، الود تجنى على الحلبي، بيتكلم بأسلوب غريب جدا جدا. فولد منه اسمه مزمل فقيري أرسل لي ثلاث ساعات عاملها عن اسمه عن علي الحلبي، فالولد بيتجنى عليه وبيتكلم بأسلوب غريب جدا جدا جدا. برجع لك لموضوع محمد الصفا، تجنى على الحلبي ده لما رسلنا للرضواني محاضرة رد على الحلبي سمى ضلال الحلبي، نشر بعضها وبعضها ما نشروا، بعد ده قال الود يعني مزمل تجنى على الحلبي. تجنى عليه في شنو؟ وصفه بما يليق به. الحلبي قال لص، نعم لص، لأنه سرق كتب ما كتبه وكتب على اسمه ونشره. ومن تكلم فيه بهذا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، تكلم فيه بهذا الكلام، وإنه هو أخذ كتب ما له، بل جاء فتاوى إنه سئل عنها الفوزان وإجابات ونشره، والشيخ الفوزان نفى أن يكون قد سئل هذه الأسئلة أبدا. تجنى عليه في شنو؟ قال الحلبي مبتدع، نعم الحلبي مبتدع، وما حكم عليه بهذا مزمل أبدا ولا غيره من طلاب العلم، إنما حكم عليه بهذا العلماء الكبار الأجلاء كالشيخ ربيع والشيخ عبيد الجابري والشيخ محمد هادي وغيرهم من العلماء الفضلاء الكبار، هم الذين حكموا على الحلبي بهذا، والعلماء حكموا عليه بأشد من هذا. طيب يقول التشويش على محمد مصطفى، التشويش على محمد مصطفى في مسألة الصحابة تقاتلوا في السلطة، والرضوان يقول اختلفوا، قال مسألة قال الشيخ محمد مصطفى مش معصوم، يقول الصحابة اختلفوا في السلطة على انه السلطة بمعنى الخلافة. قالوا نحن شرحنا الكلام ده قبل كده، لازم القول عند الشيخ مصطفى. قال فلو ذكر ان هذا قد يفهم منه الشيخ بيرجع وقاف يعني. حتى لو الشيخ محمد عبد القادر مش معصوم، يقول الصحابة اختلفوا في السلطة على ان السلطة بمعنى الخلافة واحنا شرحنا الكلام ده قبل كده، لازم القول عند الشيخ مصطفى لو ذكر ان هذا قد يفهم منه كذا، الشيخ بيرجع وقاف يعني. اول حاجة الكلام ده فيه دفاع بالباطل. محمد مصطفى بيقول الصحابة تقاتلوا في السلطة صراحة. انا عندي بالكتب دي دليل على انه الصحابة اقتتلوا في السلطة صراحة، وادلة كثيرة بجي اكلمك عنها بتحدى بها الراسي واي عاقل صراحة. تمام، يعني ما مسألة لازم القول، ما في لازم قول هنا، واضح. قال تقاتلوا في السلطة في الدنيا، وفي بعضهم نوع هوى. إن الصحابة كان بقاتل من الأجبار وقد يكون فيها حظ من الدنيا، وقد يكون فيها حظ من الدنيا. الكلام ده واضح وصريح، لذلك أفتى فيه العلماء بأن يحذر منهم الشيخ محمد بن هادي. توجيه أسركم لا تستمعوا له ولا تجلسوا إليه، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل بينهم هذا. منهم الشيخ عبيد الجابري. هذا داعية سوء وضلال وهوى، فيجب الحذر منه. نعم، إذا علمتم زينة حركته وطبعه فبلغوه من السلام وأنه يجب عليه التوبة، وإن لجلج فاحذروه وحذروا منه. نعم، كذب في هذا. أهل السنة لم يؤثر، هذا الرجل أصغر وقعت أهل السنة لم يؤثر، ولكنهم يذكرون أحيانا عرضا
لا على سبيل التقصير والتقعيد، نعم أبدا، بل هم على ما تقدم من النصوص. نعم. وكذلك الشيخ الفوزان كلمته قريبة من هذا، هذا إما جاهل ولا يدري ولا درس العقيدة ولا عرف قدر الصحابة، وإما أنه عنده نوع من التشيع، عنده نوع من التشيع يتناول الصحابة أو بعضهم. على كل حال هذا أمر لا يجوز في حق الصحابة، وبالتالي ما في مجال لرضواني أنه يعتذر لمحمد مصطفى في هذا الكلام أبدا. بعد ذاك يقول الشيخ بيرجع وقاف، يعني لازم القول عند الشيخ مصطفى لو ذكر أن هذا قد يفهم منه كذا، الشيخ بيرجع وقاف يعني. بينا له، مشينا نصحناه بالتي أحسن وبالحكمة وبالموعظة الحسنة، نصحناه أبو بكر جوني أو جاني أبو بكر أداب في رمضان الكلام ده، والشاهد يحيى قاعد ومعه واحد اسمه شهاب ذكرت له قبل شوية ومزبل، وقالوا الاختلاف في السلطة هذا طعن في الصحابة. جوني قال يا شيخ أنت لازم تورينا، تسحب الكلمة دي يواد أسحابها أنا عندي بنك أسحابها كيف يعني كلمة أنا مسؤول منها؟ قال لي تسحب الكلمة، وقالوا للشباب نحن جبنا الكتب وناقشناه في العصر. يحيى ده شاهد، انا قلت لهم العصر ده ضعيف. قال ما برجع، قال ما بتوب عديل كده، ان لم يتب الا ما بتوب الا ما دار يتوب ما بدعني. اها رايك شنو انت يا رضواني؟ ما بتوب قال. بعد ده كله يبقى الشيخ محمد مصطفى عالم وجليل وشيخ، وتنشر له في القناه كمان مع كلامه ده، وكلامه ده ما متأول فيه، لأنه التأويل ده قد يقع فيه الإنسان إذا ما بين له الحق، لكن بين له الحق وردينا عليه في محاضرة كبيرة وفندنا شبهاته، بعد درجة تاني وبيقول نفس الكلام ده وحتى الآن بيقوله. طيب قال محمد مصطفى جايز ما بيعرفش التفاصيل الخاصة بالمشايخ في السعودية ولا كل شيخ على حدة. فالشيخ محمد مصطفى عبد القادر جايز ما يعرفش التفاصيل الخاصة بالمشايخ اللي في السعودية ولا كل شيخ على حدة، ما بيعرف التفاصيل. لو ما بيعرف وروه، وانت ذاتك لو ما بيعرف المفترض توريه، مش ما بيعرف وخلاص على كده وتخليه يمرح ويسرح كما يشاء. ما بيعرف شنو؟ ما بيعرف، ما بيعرف يعرف. السلف قالوا عرفه وحذره، يستطيل بلسانه على علماء كبار، على الشيخ محمد بن هادي المدخلي. قال مدخلي ولا مخرجي؟ لو طلق واحد يكون عطل يقول لك ها يعني عندك راي في محمد بن مدخلي؟ في المخرج جات عندي، خلي المدخلي انت بتلعب ولا لا؟ ما اظنك ان تقوم يا عاصم. شفت زي النوع ده هو سب على المنهج السلفي، والله زي محمد مدخلي دير وغيره من الناس دي، مذهبيه جديده، دي مذهبيه عصريه انا بعتبرها. هل ده حال زول ما بيعرف؟ ده حال زول ما بيعرف. يقول الشيخ الفوزان يتهمه بانه عنده تكفير في مساله العذر بالجهل، يتهم الشيخ الفوزان بانه عنده تكفير. اخطا في هذه المساله، مسألة العذر بالجهل، ولولا أنه الشيخ الفوزان لقلت أنه من الخوارج أو المعتدلة. ما بيعرف الفوزان؟ هو مرات بيقول أنا بدرس كتب الفوزان في المعهد بتاعه، كيف يكون ما بيعرف الفوزان؟ إذا كان داعية ما يعرف الفوزان، ولا يعرف الشيخ ربيع، ولا يعرف محمد هادي المدخلي، ولا يعرف الشيخ عبيد الجابري، ده داعية على شنو ده؟ وانت كمان تجعله امام من ائمة السودان وداعية من دعاة السودان الكبار، وهو ما يعرف هؤلاء الاعلام ابدا؟ ما يستقيم هذا الكلام ولا يقبل. الان اصغر طلاب العلم ممن قرأ كتابا واحدا وعرف شيئا عن المنهج يكون عنده خلفية عن هؤلاء العلماء ويعرف قدرهم ويعرف مكانتهم، كيف تقول ما يعرف هؤلاء العلماء؟ طيب ارجع تاني لكلامه عن الحلبي. يقول الرضواني صحيح انه الحلبي على الحلبي سروري،
وعلى الحلب الآن ماشي مع الإخوان وماشي مع السرورية وخرب مركز الشيخ الألباني وعملوا فيه البدع وموقفه موقف مخزي من جماعة الإخوان إلى آخر الكلام. صحيح أن على الحلب الآن سروري وعلى الحلب الآن ماشي مع الإخوان وماشي مع السروري وخربوا مركز الشيخ الألباني وعملوا فيه البدع وموقفهم موقف مخزي من جماعة الإخوان، ولسه في حقائق وأسرار ربما تكشف إن شاء الله عز وجل لاحقا لما نتكلم على إخوان الأردن ومركز الشيخ الألباني هناك. ده كلام الرضواني. طيب محمد مصطفى ما يتفق معك في الكلام ده، يرى أن الحلبي عالم وثقة وجليل وإمام. الرجل اللي هو الشيخ الحلبي حفظه الله رجل من الثانيين، يعصبني يا شماش، رجل من علماء أهل السنة ومن كبار الثقات عندي، عرفت؟ الحلبي ده عالم كبير ثقة عندي. انت انت رأيك شنو يا رضواني؟ برضو كده حمد مصطفى كويس معك؟ برضو كويس؟ طيب قال الأولاد دول ما عندهم حاجة، ما عندهم مؤلفات ولا منهج ولا شيء، عايز يظهر بسرعة. الأولاد دول ما عندهمش حاجة، يعني لا عندهم مؤلفات ولا منهج ولا شيء بحيث ان هم يقدروا يدوا طرح يثبت فيه ذاته كأن هو راجل بيؤدي خدمة لأهل العلم، خدمة للمسلمين ويسير على نهج العلم. لا، هو عايز يظهر بسرعة. طيب قال ما عندهم مؤلفات. الغريب انه انا اتصل عليه واحد من اخواننا وقال اتصل عليه تلميذ الرضواني، يعني انتبه معي المسألة دي، اتصل عليه تلميذ الرضواني قال داير وثائق لعبد الحي، اتصل الرقم اخذوا من كتاب بتاع مزمل الفقيري، كتاب وقفات مع الدكتور عبد الحي يوسف، وهو بيبحث عن مآخذ ووثائق على عبد الحي يوسف، ما وجد إلا في كتاب مزمل الفقيري. وشما يتصل على الشيخ مزمل تلميذه اتصل على الرقم الثاني بتاع أخينا جامع الكتاب الشيخ أحمد آدم رحمه الله تعالى وطيب ثراه، الرقم بتاعه موجود في الكتاب، ما اتصل في رقم مزمل، اتصل في رقم الأخ جامع الكتاب الله يرحمه، ورقمه موجود مع أخيه. فاتصل أخوه كلمنا قال يا أخي اتصل علينا من مصر تلميذ الشيخ الرضواني وبطالب بوثائق على عبد الحي يوسف. لاحظ انت ما تخليك واضح، بدل هنا تقول مزمل ما عنده مؤلفات، وانت ضمنا تعترف بتأليف مزمل الفقيري لأنه ما وجدت أحد جمع وثائق ورد مضبوط على عبد الحي يوسف إلا مزمل الفقيري حفظه الله تعالى، ويكفيه شرفا هذا الكتاب الذي كان فيصلا بين أهل السنة والحزبيين في السودان، وله مؤلفات أخرى كثيرة نافعة، وله محاضرات نافعة، وله مناظرات نافعة، بل لا يعرف في السودان أبدا شيخ، وهذا ليس من باب الغلو ولا التعظيم الذي لا يجوز، لكن لا يعرف طالب علم أو شيخ في السودان، واجه أهل البدع وواجه الحزبيين ورد على السرورية والإخوان المسلمين ورد على الصوفية بمناظرات قوية ومفحمة وأوضح السبيل والطريق للشباب في السودان مثل مزمل الفقيري أبدا ولا مقارنة. والآن المشايخ يقبطوه في السودان هنا، بل حسدوه على هذه النعمة التي آتاه الله إياها مع صغر سنه ومع قلة ما عنده بالمقارنة بأولئك، لكن الله تبارك وتعالى يجعل البركة في من يشاء، والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. طيب أيضا من الأشياء اللي ذكرها، يقول مزمل يطعن في محمد مصطفى ويحاول يسقط محمد مصطفى، يروح يطعن في الشيخ محمد مصطفى عبد القادر ويحاول يسقط الشيخ محمد مصطفى عبد القادر. لا 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 ابدا، ما اسقط مزمل، سقط محمد مصطفى براو هو الذي سقط، لان من وقع في الصحابه سقط ولو بلغ كعبه عنان السماء، سقط لان هؤلاء هم الكبار وهم اهل العلم،
حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، فمن وقع في الصحابة سقط مهما بلغ من المكانة. فمحمد مصطفى أسقط نفسه بنفسه، وإنت يا رضوان ولا غيرك ما حترفع محمد مصطفى. وأنا أبشرك بما يسوءك، هذا الرجل سقط عند كل منصف في السودان وعند كل صاحب علم وصاحب سنة، سقط محمد مصطفى وما زال يسقط يوما بعد يوم، ويتردى في غيابات الظلمات، ظلمات الهوى والحزبية والجري وراء الأموال، أموال أنصار السنة وأموال إحياء التراث التي أقامت إفطارا في مسجده في رمضان، هذا صار يلهث وراء إحياء التراث، يلهث وراء أنصار السنة الحزبية المريضة. ولذلك سقط محمد مصطفى ولم ترفعه أنت ولا أمثالك، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. انت بقناتك أو غيرك ما حترفع محمد مصطفى أبدا، لأنه سقط في أعين المنصفين، ومهما دافعت بالباطل لابد أن يظهر الحق ويظهر أمر الله ولو كره من كره. فسقط محمد مصطفى وأفتى فيه العلماء، خلينا نحن أفتى فيه الكبار الجهابذة من أهل العلم كالشيخ الفوزان وكالشيخ محمد بن هادي وكالشيخ عبيد الجابري حفظهم الله تعالى ورعاهم، فتاواهم موجودة راجعة. إذا قلت مزمل ده ولد، ده ولد صغير ولسه ده يا دوب متخرج من الكلية، قول ما تخرج، هو ما تخرج ذاته من الكلية أبشرك كمان، لكن ربنا أتاه علم، وربنا سبحانه وتعالى سلطه على أهل الضلال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده بسطة في العلم والجسم والمال ليغيظ من يغيظ من أهل الهوى. طيب قال وأصبحوا من دعاة الثورات، كلامه عن أنصار السنة. يلا نرجع لكلامه عن إسقاط محمد مصطفى. فأنا بقول لك بكل صراحة، أنت يا رضواني لو دارت تدافع عن محمد مصطفى ما عندك سبيل تدافع عنه إلا تجيب المحاضرة بتاعته كلها، كل المحاضرة بتاعته يسمى الإصابة في فضل الصحابة، ما تحيد ولا تهرب، خليك واضح، جيب المحاضرة بتاعته أعرضها في القناة وناقش ما في هذه المحاضرة من مسائل وقررها بالأدلة. وأنا أتحداك أنت ومحمد مصطفى وكل من على شاكلتكم في الدنيا أن يأتي بدليل واحد أن الصحابة اختلفوا في السلطة فضلا عن اقتتلوا في السلطة، والذي لا إله غيره لن تجد أبدا في كتاب من كتب أهل العلم المعتبرة أثرا واحدا صحيحا عن سلف الأمة أن منهم من قال الصحابة اختلفوا في السلطة فضلا عن اقتتلوا في السلطة. راجع أقرأ اطلع ما تشاء، استشير من تشاء، وبعد ذاك الدين الإجابة لو وجدت إجابة. طيب يقول أيضا ما عندهم مؤلفات يعني مزمل، وما عنده منهج كويس، هذه دعوة، والدعاوى إذا لم تقم عليها بينات فأصحابها أو أبناؤها أدعياء. ثم أيضا قال الولد يجي يعمل إيه، يبالغ في مدح الشيخ ربيع ويخرج عن وصفه ويجعل القدسية للشيخ ربيع كقدسية الإخوان لحسن البنا. يجي الولد ده يعمل إيه؟ يحاول يبالغ في مدح الشيخ ربيع ويخرجه عن وصفه ويجعل القدسية للشيخ ربيع كقدسية الإخوان لحسن البنا. أعوذ بالله، متى قدس مزمل الفقيري أو أحد إخواننا طلبة العلم، متى قدس الشيخ ربيع؟ متى رفعوه فوق منزلته؟ هل ثناؤنا على الشيخ ربيع بالعلم والفضل والمكانة واعتراف الناس له بالإمامة واعتراف الناس له بأنه إمام في باب الكلام في مسائل الفتن، الكلام في الحزبيين، الكلام في الإخوان، في هذه الأبواب، هل اعتراف الناس للشيخ ربيع بهذا الفضل يعتبر تقديس له؟ أبدا. وأنا أطالبك الآن تجيب عبارة واحدة من عبارات الشيخ مزمل يقول
إنه الشيخ ربيع مقدس أو الشيخ ربيع معصوم كما أنت بتقول. قال المبالغة في وصف المشايخ في السعودية بحيث أن الشيخ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ ربيع ما طلبش كده. المبالغة في وصفها المشايخ في السعودية بحيث أن الشيخ ربيع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ ربيع لا يخطئ أبدا. الشيخ ربيع خلاص. الشيخ ربيع ما طلبش منك كده. اتقي الله يا راجل، اتقي الله يا أخي. يا أخي ما ممكن تقول كلام زي ده. منو الآن اللي بيقول الشيخ ربيع هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي مزمل ما يقول أبو بكر الصديق هو الرسول، ولا عمر بن الخطاب، ولا عثمان، ولا علي من الخلفاء الأربعة، ما يقول هم الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف يقول الشيخ ربيع هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنت ما بتخاف الله؟ تكذب مثل هذا الكذب؟ ما تخاف الله؟ يا أخي أنت داير الناس كمان تبدأ تشكك فيك كما بتشككوا في الآن في فتاوى محمد مصطفى زمان لما كان يقوم على الحزبيين ويرد على الحزبيين ويرد على الصوفية ونحوهم. أكان كثير من الناس بيثقوا في فتاوى محمد مصطفى وفي كلامه وفي رده على الخصوم، لكن بعد ما قال كلامه ده في الصحابة وافترى هذه الفرة بقينا نراجع أي مسألة بقول أحمد مصطفى، أي كلام قديم بالمناسبة بقوله محمد مصطفى بقينا نراجعه. الآن أنت يا رضواني والله صحيح يا أخي أنت حبك لأحمد مصطفى ده ما ساي. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. الناس دائما الزوج صديقه واللي بيحبه يكون على شاكلته، فلا تتورع يا رضواني من مثل هذه الأشياء. قال يقول الشيخ ربيع لا يخطئ أبدا، من اللي قال كده؟ عياذ بالله. لا نعتقد العصمة في الكبار والأئمة العظام، لا نعتقد فيهم العصمة، العصمة للأنبياء. كيف نعتقد العصمة في الشيخ ربيع حفظه الله تعالى؟ طيب بعد ذلك قال الشيخ ربيع بشر له لوازم، في يوم من الأيام كان مع الإخوان ويظن أن الإخوان فيهم خيرا، لكن سبحان الله الشيخ ربيع عمره ما طالب أحد يقدسه. هذا الكلام ذاته فيه نظر لكن لا يسع المقام إلى تفصيله. طيب قال قال من خالف الكلام معه في السر الأول ثم العلن. ومن خالف يبقى الكلام معه في السر الأول ثم في العلن. يعني احنا لما اتكلمنا مع الإخوان كلمنا معهم وبعثنا لهم رسائل وكلمنا كذا وكذا وكذا. يلا انت بتتكلم في السر في الأول قلت كده وبعد ذاك في العلن، طيب ليه مزمل ما تكلمت معاه في السر في الأول بعد ذاك في العلن؟ وبعدين احنا حمد مصطفى اتكلمنا معاه في السر في الأول وبعد ذاك في العلن، انت مرضيت بكلامنا ليه؟ قال ايضا من ضربه فيروس الإخوان محتاج لبتر، إلى أن ظهر أن كل فيروس الإخوان من ضربه فيروس الإخوان يبقى ده مش محتاج لعلاج، محتاج لبتر. وهذا هو حال محمد مصطفى، ضربه فيروس الإخوان وفيروس الشيعة كمان، فيروس الشيعة معهم، وهذا يجب أن يبتر. بعد ذلك ذكر أنه اتصل على الشيخ محمد ابن ربيع حفظه الله تعالى الدكتور وكلموا بالكلام ده وقال له يا أخي الشباب ده الأخطر على والدك وعلى الشيخ الفوزان من الإخوان المسلمين. فبكلمنا عنه الشيخ محمد ربيع النهاردة تقول يا شيخ محمد دي أضر على والدك الشيخ ربيع وعلى الفوزان من الإخوان، نعوذ بالله. طيب انت لما اتصلت على الدكتور محمد ربيع كان تسأل أول حاجة من رأيه في محمد مصطفى شنو؟ وأنا أعرف تماما موقفه من محمد مصطفى، كان تسأله كان تستشيره تقول له يا أخي أنا أجيب محمد مصطفى في القناة ولا ما أجيبه؟ كان تستشيره، كان تقول له محمد مصطفى ده بيزكي الحلبي ويمدح الحلبي ويقول الصحابة تقاتلوا في السلطة وفي الدنيا وهو أنصار سنة ويدافع عن أنصار السنة، كان تقول له كلام زي ده وتقول له أنا داري أجيب محمد مصطفى؟ يا ريت أكان حيوافقك على الكلام ده. سبحان الله. أيضا قال واحد من أهل السنة ده في دفاع عن محمد مصطفى يحارب الصوفية حياته كلها تقول عليه دجال، لو بيقى دجال وانت تبقى ايه يعني؟
إنما جاي على واحد من أهل السنة قعد حياته كلها يحارب الصوفية في السودان وجاي تقول عليه دجال؟ أما هو يبقى دجال وما تبقى إيه؟ طيب هو قال الصحابة قاتلوا في السلطة، أنا دارك يا رضواني كن صريحا مع نفسك وكن صريحا مع المستمع، وهات فتاوى محمد مصطفى وكلامه في الصحابة واخرج لنا بنتيجة واحدة، إما أن كلام محمد مصطفى كلام صحيح موافق لمنهج أهل السنة نقول لك هات الدليل على ما تقول، وإما أن يكون كلامه كلاما باطلا مردودا تبين لنا درجة هذا الكلام الطعن في الصحابة، هل هو من الأخطاء السائغة التي يعفى فيها المخالف ويتسامح معه ويكون أخونا في المنهج وننشر له وندل الناس عليه مع طعنه في الصحابة؟ هل يكون أخونا وشيخنا أم أن الطعن في الصحابة مسقط لعدالة الرجل؟ هذه أسئلة تحتاج إلى إجابة ولا تحد عن الإجابة، ونحن كلامنا إن شاء الله تبارك وتعالى سننشره ونذيعه بين الناس، ولا ينفعك دفاع الشيخ محمد بن الشيخ ربيع عنك أبدا، ونحن نحترم مشايخنا وعلماءنا ونعرفه جيدا وبيننا تواصل ونحبه ونجله الشيخ محمد بن الشيخ ربيع، لكن لا ينفعك دفاعه عنك أبدا، لأن هذه المسائل واضحة، أنت تدافع عن المخذولين، أنت تدافع عن محمد مصطفى وتنشر له في قناتك وهو يزكي الحلبي ويحتضن الحلبي وآواه في مسجده، بل ودافع عنه ودل طلاب العلم عليه وزكاه تزكية ما زكاها للعلماء الكبار مثال الشيخ ربيع ومثال الشيخ الفوزان. كن صريحا مع نفسك، ونحتاج إلى إجابة واضحة في هذا الكلام دون حيدة ودون روغان. وإذا كان خلاصة الأمر عندك أيها الدكتور الرضواني إن محمد مصطفى مع إنه أنصار سنة ويدافع عن أنصار السنة ويدل الناس على أنصار السنة اللي أنت بتعتبرهم حزبيين وتكفيريين وخوارج كويس، ومحمد مصطفى مع طعنه في الصحابة الأجلاء وكلامه الشنيع عن الصحابة، ومحمد مصطفى مع تزكيته للحلبي ورفعه لمقام الحلبي، مع ده كله إذا كان هو أخوك وحبيبك فتكلم وبين ووضح. وأنا أعتبر هذه الرسالة إن وصلت للدكتور الرضواني وسمعها أعتبرها مناصحة، ومن باب تقديم الخير للدكتور الرضواني حتى لا يتمادى في هذا، وإلا سيكون لنا معه كلام آخر، لنا معه كلام آخر أشد من هذا. طيب أخيرا تكلم عن الإخوان المسلمين، لا ده العبارات دي حق فيكم، وهتلنا عبارة قلناها في حق مسلم مش إخواني، لأن الإخواني تكفيري مارقة، وكلمة حقيقة فيها في العبارة دي لو أخذنا بلازمها تكفير للإخوان المسلمين جميعا، لكن المقام لا يسع للبسط، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن تصل هذه الرسالة للدكتور الرضواني وأن تجد قبولا بتوفيق الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يسدد الخطى ويثبت الأقدام على المنهج الصحيح، وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.